احنا معانا على التليفون الدكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه. مساء الخير دكتور واهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك استاذه ريهام. اهلا وسهلا. كلمنا بعد اذنك عن اهميه المشروعات القوميه اللي افتتحها الرئيس النهارده وتاثير المشروعات دي على الاقتصاد الكلي المصري. تمام، خليني اقول لحضرتك في البدايه ان المشروعات القوميه بيكون لها اهميه في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. لو بصينا على الجانب الاجتماعي، ان الدوله بتكون حريصه على توفير وحدات سكنيه لائقه للمواطنين متوفر بها كافه الخدمات من مياه وصرف صحي ووحدات صحيه ومساحات خضراء ومدارس، بالاضافه لده ان هي بتغير من النمط المعيشي للمواطنين اللي كانوا بيسكنوا في العشوائيات في مناطق غير مخططه وغير امنه وغير متوفر بها حتى الخدمات الاساسيه اللي كان بيحتاجها. وحتى الدولة لما بنشوف حتى في تأسيسها لي أو إنشائها للوحدات دي بتراعي توفير تجهيز الوحدات السكنية بالأساس والأجهزة المنزلية اللي بيحتاجها المواطن ده بالنسبة لملف تطوير العشوائيات. إذا كنا بنبص على ملف الإسكان الاجتماعي بنلاقي إن زي ما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الافتتاح إن تكلفة الوحدات السكنية بتتراوح من 400,000 جنيه، والدولة بتدعم ده عشان تطرحها للمواطن ب 100,000 جنيه عشان توفر وحدة سكنية تكون لائقة للمواطن ويقدر إن هو يعني يحجز تلك الوحدة ويستفيد بيها. الجانب الاقتصادي من المشروعات القومية طبعًا ليها عائد اقتصادي كبير، بيتمثل في إزاي بيحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ إنشاء الوحدات السكنية دي من طبعا بقى قطاعات متعددة، شركات المقاولات ومصانع الحديد والأسمنت، وده كله طبعا بيساهم في زيادة إنتاج تلك القطاعات اللي بيكون له تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي للدولة. طبعا خلال الفترة الماضية احنا طبعا قطاع التشييد والبناء بيعتبر أحد أهم القطاعات اللي ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي، الى جانب نقطة مهمة جدا ان بتوفر الكثير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، لان قطاع التشييد والبناء بيحتاج من القطاعات كثيفة التشغيل، فبالتالي بيوفر الملايين من فرص العمل في تلك المشروعات، وبالتالي بيكون له تأثير ايجابي على انخفاض معدل البطالة اللي احنا طبعا وصلنا ليه قبل جائحة كورونا الى 7.5%. فبالتالي أهمية المشروعات القومية بخلاف الإسكان، احنا طبعا الدولة ماشية بالتوازي في عدة قطاعات بتنمي مواردها وبتستغلها بحيث ان يكون في قيمة مضافة إنتاجية على الاقتصاد المصري بغض النظر عن المصادر التقليدية، طبعا إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ولكن الدولة اعتمدت نموذج اقتصاد إنتاجي لتدعيم القيمة المضافة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي طبعا بيساهم في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة. بالإضافة إلى أن كل ده بيعود على المواطن لما الدولة إنتاجها بيزيد وعدد الاستثمارات اللي بتضخ في المشروعات القومية بيزيد، ده بيكون ليه مردود إيجابي على المواطن، لأن في النهاية عملية التنمية كلها بتكون عوائدها على المواطن في صورة خدمات، بصورة تحسين جودة حياة المواطن المصري بشكل عام. طيب إلى أي مدى ممكن نقول يا دكتور إن الإصلاحات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية كان ليها دور إيجابي في مواجهة تحدي كورونا؟ يعني الدنيا اختلفت برضو إزاي؟ تمام، خلينا أقول لحضرتك إن قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي إحنا كنا وضعنا إيه بالظبط؟ قبل تطبيق البرنامج احنا كنا بنتكلم في معدل نمو 2%. تمام، دلوقتي احنا وصلنا في 2019 ل 5.6% معدل نمو. معدل البطاله ساعتها قبل يعني تطبيق البرنامج كنا وصلنا ل 13.5%. بعد تطبيق البرنامج الاصلاح الاقتصادي وزياده الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل وصلنا ل 7.5%. الاحتياطي من النقد الأجنبي قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كنا
ب 14.9 مليار دولار، وده كان بيغطي تقريبا حوالي 3-4 شهور واردات من الخارج. بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي احنا وصلنا لأكثر من 45 مليار دولار في عام 2019. نتيجة برضو البرنامج الإصلاح الاقتصادي زودنا حجم الصادرات، ده معناه ان احنا حصل عندنا طفرة انتاجية من قطاع الصناعة والزراعة، يعني الصادرات غير البترولية في 2019 احنا صدرنا ب 17 مليار دولار، مجمل الصادرات 29 مليار دولار. فمعنى كده ان برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات اللي تم اتخاذها من تحرير سعر الصرف، لان كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا وجود سعرين للدولار في السوق، ده كان مسبب حالة من حالات الضبابية بالنسبة للمستثمر، ازاي هيحسب التكاليف الاستثمارية للمشروعات اللي عاوز يضخها داخل الاقتصاد المصري. وبالتالي بعد تحرير سعر الصرف طبعا كان في اثار تضخمية على الاسعار وارتفاع في الاسعار بشكل متواتر، ولكن الدولة على الجانب الاخر نفذت العديد من الإجراءات من شأنها تقليل الآثار دي على المواطن من خلال زيادة الدعم على السلع التموينية، كانت من 15 جنيه وصلت ل 50 جنيه، وزيادة في دعم العلاج على نفقة الدولة من 4.5 ل 6.5، وبالتالي قدرت الدولة إن هي تتماشى وتنفذ خطوات الإصلاح الاقتصادي بالإضافة لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات عن طريق قانون الاستثمار الجديد اللي بيتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية، اللي خلانا دلوقتي في 2019 بناء على آخر تقرير ان مصر استطاعت ان هي تجذب 9 مليار دولار، وده أعلى رقم على مستوى قارة أفريقيا. وبالتالي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي خلانا حاليا نقدر نواجه الأزمة بشكل قوي، وإن إحنا نقدر نتلافى الصدمات اللي كل اقتصاديات العالم الكبرى اتأثرت بيها وكبدتها الكثير من مليارات الدولارات، وكافة الإشادات الدولية، يعني حتى مش التقارير المحلية اللي بتقول ده، التقارير الدولية إن مصر هي الدولة الوحيدة ضمن 18 اقتصاد هي اللي هتحقق نمو بالموجب إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لحضرتك.